بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، مع دروس، مجموعة دروس مستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ملخصات لمجموعة بحوث، يعني تستطيع أن تقول هذا. نبدأها بشبهة تطار حول السيرة، أن فكرة الدولة الإسلامية لم تكن واضحة في ذهن المسلمين أو في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم تكن واضحة في التشريع الإسلامي حتى تمت الهجرة إلى المدينة وأقيمت الدولة بالفعل. أما في مكة فكان مجرد دعوة للإيمان، دعوة للعقيدة وتربية على العقيدة. فكرة الدولة ظهرت لما قوي جانب المسلمين وأصبح لديهم قاعدة لإقامة الدولة. هنا بدأت تظهر فكرة الدولة، يعني بمعنى آخر أن فكرة السياسة في الإسلام هي فكرة متطورة، يعني الأول لم تكن موجودة، ثم ظهرت فكرة السياسة كحكم لإقليم صغير أو لمدينة صغيرة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطورت لتشمل الطموح إلى إقامة دولة في الجزيرة العربية، ثم تطورت إلى فكرة غزو الفرس والروم وإقامة دولة عالمية ونشر الإسلام في العالمين. يعني فكرة أن الإسلام دين شامل للناس كلهم، يزعمون أنها لم تكن فكرة ابتدائية في الإسلام، وإنما كانت نتاج تطور طبيعي للأفكار. فالإسلام أولا كان في مكة، ثم أصبح ثانيا في العرب، ثم أصبح ثالثا في العالم، أو الخطاب الإسلامي بدأ أولا في مكة ثم تطور فأصبح خطابا للعرب، ثم تطور فأصبح خطابا للناس جميعا. هذه الشبهة في الحقيقة يعني أحيانا تقال بهذا الشكل، وأحيانا ثانية تقال بإني التطبيق السياسي الإسلام لم يظهر إلا في المدينة، وبالتالي نتجاوز فترة مكة، وهذا كلام غير صحيح، لأن الخطاب القرآني للناس جميعا ظهر في مكة، السورة المكية: الحمد لله رب العالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وبالتالي فالآيات المكية تثبت أن الخطاب ابتداء كان للناس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة على جبل الصفا قال: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. وبالتالي فالدعوة الإسلامية منذ بدايتها تأصيلا كانت دعوة للناس جميعا، وفكرة عالمية الدعوة كانت فكرة مركزية في الإسلام منذ بدأ. هذا شيء. تعالوا لنرى التطبيق العملي لفكرة السياسة في فترة مكة التي يقال إنها كانت مجرد فترة لتقوية العقيدة لتأصيل الدين، ثم بعد ذلك أصبح لها الإطار السياسي أو العمق السياسي. نقول إن في فترة مكة كان هناك تطبيقات سياسية شديدة الوضوح، لكن لم يكن هناك الإطار المدني الذي تمارس فيه هذه التطبيقات على شكل الدولة، لأن الدولة لم تكن قامت. إنما نحن نرى في العالم كله جماعات وتنظيمات ومؤسسات لها إطار، لها كينونتها السياسية، لها إطارها السياسي، لها فكرتها ومنظومتها السياسية، رغم أنها لم تقم دولة خاصة بها، لم تطبق هذه الفكرة أو هذه الرؤية السياسية لها، لم تطبقها في الواقع. لا يعني هذا أن نتجاهل أن هذه التكوينات لها رؤاها السياسية، وكذلك الأمر في مكة عندنا جماعة منظمة هي الجماعة المؤمنة، لها رؤيتها السياسية، ما يستطاع التطبيق من هذه الرؤية يطبق، وما لا يستطاع يرحل إلى فترة الاستطاعة. ففكرة الاستطاعة هي الفكرة المهيمنة وليست فكرة الوجود ابتداء. إذن نقول تعالوا لنرى التطبيقات السياسية في فترة مكة. أولا تأصيل عقيدة الدولة، عقيدة الولاء والبراء. لما اشتد الأذى بالمشركين، أذى المشركين، لما اشتد أذى المشركين بالمؤمنين، واتضح تماما فكرة أن المؤمنين لهم
حياتهم الخاصة، لهم جانبهم المتميز، لهم رؤيتهم الخاصة. أحد أحد لم يكن مجرد كلمة قالها بلال وهو يعذب، وإنما كانت تعبيرا عن عقيدة سياسية، أن الله واحد في الاعتقاد وأنه واحد في الطاعة. لا ينبغي أن أطيع أمية بن خلف وعلى حساب الله عز وجل، لا ينبغي أن أطيع طواغيت مكة على حساب طاعة الله الواحد القهار ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يتخلى المؤمنون عن عقيدتهم في التوحيد الذي يشمل توحيد العقيدة وتوحيد الرؤية والمنظومة والفكر والطاعة المطلقة لله عز وجل. فتطبيقات عقيدة الولاء والبراء شديدة الوضوح في مكة، يعني نحن أمة من دون الناس، نحن أمة متميزة عن بقية مجتمع مكة. كونوا بين الناس كأنكم شامة، فكرة التميز، تميز المؤمنين، كانت فكرة واضحة منذ البداية. أنفت المؤمن من أن يطيع هؤلاء، من أن يخضع لهم. مهما كان مكانتهم، حتى لو كان المؤمن عبدا رقيقا والمعذب له سيدا كبيرا، لكن تظل فكرة الاستقلال الإيماني، الاعتزاز الإيماني. والإيمان هنا هو عقيدة الدولة المستقبلة. فالتربية على هذه المفاصلة العقدية، المفاصلة العقدية ليست مفاصلة مجتمعية، وأن فكرة المفاصلة العقدية الواضحة كانت ركيزة من ركائز التربية الإيمانية في مجتمع مكة. سنرى يعني تطبيقات متعددة لهذا الجانب، لكن تعالوا لنؤكد فكرة أن مفاصلة العقيدة لم تكن تعني أبدا مفاصلة الاجتماع أو المجتمع، فقد كان المسلمون منغرسين في مجتمعهم، لكن عقيدتهم وإيمانهم كانت هي الحاكمة لهم في هذا، في هذه المناشط الاجتماعية أو في هذا السياق الاجتماعي. يعيشون بين الناس لكن تتصل قلوبهم بالسماء، يعيشون في الأرض وتتصل قلوبهم بالسماء. فالأدلة على ذلك كثيرة جدا، أن الوشائج الاجتماعية بين المؤمنين وبين مجتمع مكة لم تنقطع رغم شدة الحرب ضد المؤمنين، لكن ظلت قطاعات مؤثرة في مجتمع مكة تتعاطف مع المؤمنين في كل موقف. سنرى ذلك في صحيفة في المقاطعة مثلا، الصحيفة التي كتبتها قريش لتقاطع المؤمنين. الذي حدث حين تطبيق المقاطعة أن جماعات من المشركين انحازت إلى جانب المؤمنين ودخلت معهم شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم، ووجدنا قريشا أو وجدنا بني هاشم وبني المطلب يعني انحازت مؤمنها وكافرها مع المؤمنين في حصار الشعب. وكذلك قطاعات كبيرة في 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 مجتمع مكة دخلت مع المؤمنين وتحملت حصار 3 سنوات سجن وحصار ومقاطعة، ليست يعني ليس أمرا هينا. أيضا فكرة التحالفات، فكرة التحالفات أو فكرة الجوار التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أو حاول أن يهاجر إلى الطائف ورد عنها، لم يستطع أن يدخل مكة إلا في جوار رجل من زعمات مكة، رجل من المشركين، المطعم ابن عدي. والمطعم سار إليه مع أولاده يعني يحفونه من كل جانب، حتى دخلوا دار الندوة، دخلوا يعني مجتمع قريش أو مكان اجتماع قريش في دار الندوة وفي ساحة المسجد الحرام. وقال أبو جهل: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجرت. أبو سلمة دخل في جوار أبي طالب خاله، وجدنا يعني عثمان بن مضعون دخل في جوار وليد بن المغيرة، وجدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل في جوار ابن الدغنة أحد زعماء مكة.
الذي ظن بأبي بكر أن يهاجر إلى الحبشة ويترك بلده، وقال ما مثلك يترك قومه، ما مثلك يترك بلده، ارجع فأنت في جواري، ورجع في جواري. لكن الجوار كان له شروط، ألا يؤثر الجوار على حرية الدعوة. نحن أصلا دعاء، المؤمنون الأولون أصلا دعاء إلى الله سبحانه، أصحاب عقيدة، أصحاب رسالة، لن يتخلوا عن رسالتهم من أجل حماية أشخاصهم. فقبلوا الجوار، يعني مبدأ الحماية الشخصية، بشرط ألا يؤثر ذلك في الدعوة. رد عثمان المضعون جوار الوليد لما حاول أن يؤثر عليه، رد أبو بكر جوار ابن الدغنة لما قال له صلي في بيتك ولا تصلي في فناء البيت، وهكذا. فكانت فكرة الجوار يعني حماية شخصية من جانب زعامات مشركة أو من جانب قوى اجتماعية في مكة، كانت فكرة قائمة ولها تطبيقاتها ولها شروطها ولها يعني إطارها المنظم لها. جواز التحالفات في الإطار السياسي للمسلمين في مكة، يتعزز المؤمن المستضعف أو الجماعة المؤمنة المستضعفة، تتعزز بقوى اجتماعية تحيط بها وتدعمها في مقابل أن تستوي وجاهتها الاجتماعية. وجاهة هذه يعني ماذا يستفيد المطعم بن عدي من جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يستفيد فلان من جوار ابن الدغنة من جوار أبي بكر؟ يستفيد إقرار المجتمع له بهذه الوجاهة، أن المجتمع يجير من أجار، فهذا تسليم بزعامته، وهذا ما يرضي طبعا زعامات الكافرة في ذلك الوقت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيجعلون هذه يدا لهذه الزعامات، سيحاولون رد هذا الجميل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قال لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنة من الأسرى من المشركين، وكما قال في غزوة بدر لو رأيتم أبا البختري بن هشام فلا تقتلوه، وبالفعل أسر أبو البختري ولم يقتل، لم يرضى المؤمنون بقتله، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، لأنه كان ممن سعى في إبطال صحيفة المقاطعة هذه. أيضا مما يؤكد على هذا التواصل الاجتماعي أن من أبطل المقاطعة ومزق الصحيفة كان زعامات من مكة من المشركين، هشام بن عمرو وأبو البختري بن هشام و المطعم بن عدي، يعني أربعة من المشركين سعوا في إبطال الصحيفة وإنهاء المقاطعة. قوى المشركين انحازت مع المؤمنين أحيانا، وقوى المشركين أنهت المقاطعة بنفسها نتيجة تنامي أو نمو العامل القبلي، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يوظف العامل القبلي توظيفا سياسيا بحيث أنه يحمي، يوفر حماية للقلة المؤمنة المستضعفة، وكانت فكرة الجوار تطبيقا لذلك، وكان سعي المشركين لإبطال المقاطعة وإبطال الحصار تطبيقا لهذا التوظيف السياسي لفكرة العصبية القبلية. عصبية القبيلة كانت أقوى بكثير عند كثير من المشركين من عصبية الدين أو من رابطة الدين، انحازوا عن رابطة الدين لرابطة القبيلة فدخلوا مع المسلمين في الحصار، وانحازوا إلى هذه الرابطة العصبية القبلية فأبطلوا بأنفسهم المقاطعة والحصار، وانحازوا إلى العصبية القبلية فأدخلوا المؤمنين في جوارهم أحيانا كما رأينا في هذه الأمثلة التي ذكرنا. أيضا فكرة من الأفكار السياسية التي وجدت تطبيقا لها في مجتمع مكة الرؤية البعيدة، إن في تدرج في الخطوات، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتمد فكرة التدرج ويؤصلها لأصحابه ويعني يكررها عليهم في مواقف متعددة. لما جاءه خباب بن الأرد يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما رأى من التعذيب، ما عانى من التعذيب، خلع رداءه، قال يا رسول الله انظر إلى ظهري، وكانت أم أنمار سيدته تضعه على الجمر، وكان حدادا، تضعه على الجمر الذي يستعمله في الحداد حتى لا ينطفئ الجمر إلا من دهن ظهره،
تعذيب بشع جدا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليريه ظهره، وقال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائل في ظل الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعتدل من جلسته مستنكرا قول خباب، في نوبة من نوبات القلق الإيماني نتيجة طول التعذيب. يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم من رقدته وقال: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع منشار، فينشر بمنشار الحديد، أو فيوضع السيف على مفرق رأسه حتى يجعله نصفين، وينشر بالحديد ما دون لحمه، ما دون عظمه من لحم، ما يرده ذلك عن دينه. ثم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. معنى أنه ولكنكم قوم تستعجلون، تكملة الحديث، ولكنكم قوم تستعجلون. معنى تستعجلون أن في مراحل، أنتم الآن في مرحلة، لا تحرقوا المراحل، اصبروا حتى تأخذ كل مرحلة من مراحل الدعوة حقها. أنتم الآن في مرحلة تكوين العقيدة، العقيدة التي ستقيم الدولة، ثم ستقوم الدولة، ثم ستتوفر لكم الحماية، ثم ستتوفر لكم السيادة، حتى يسير الراكب من عدن إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، يعني تكون له السيادة في هذه المجتمعات. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم البعيدة تقول إنكم ستسود العالم، ستسود الدنيا، لكنكم قوم تستعجلون. نحن الآن في المرحلة الأولى، مرحلة عقيدة الدولة، تربية العقيدة في الدولة، تأصيل العقيدة للدولة. لذلك كان المشركون يعني يقولون لما يروا المؤمنين في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، يعني لو تقلب لنا العرض يا مولانا، الصفحة التالية، نعم تكبرها، تكبس عليها، نعم نعم، بسم الله. كان المشركون إذا رأوا المؤمنين يقولون: جاءكم ملوك الأرض، يعني من باب السخرية بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المؤمنين، يخاطب المشركين بهذا الخطاب. قال: لما جاء أبو جهل إلى أبي طالب يدعوه أن يعني يسيطر على حركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحجم حركته، وأن ينهاه عما يدعو إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، إني إنما أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، تدين بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، يعني سيادة العالم، العرب والعجم، العرب والعجم. قالوا: وما هي؟ نعم وأبيك وعشر كلمات، يعني ليس كلمة واحدة، لا، عشرة، هم لا يعلمون ما هذه الكلمة. فقال: لا إله إلا الله، قولوها تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العرب الجزية، العجم الجزية. فقاموا ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الحديث صحيح، يعني رواه أحمد والنسائي، والحاكم صححه، الحاكم وحسنه الترمذي وصححه الذهبي. معنى جاءكم ملوك الأرض، ومعنى إني قولوها كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي بها العجم الجزية، معناها ماذا؟ معناها أن هناك أفقا يسعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، سينتهي إلى سيادة الدنيا بهذا الدين، لكن هذا الأفق لن يوصل إليه إلا بجهد جهيد وبمراحل لا ينبغي أن تطوى وتختصر في مرحلة واحدة. وهذا كله من الرؤية السياسية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من التدرج في الخطوات. لو
استكملنا هذه المنظومة السياسية في مكة سنجد السعي إلى تعزيز الصف بالأكابر والقيادات إلى تكوين قيادات إيمانية لهذا المجتمع، وكلهم كانوا شبابا، لكن أحيانا نحتاج إلى مدد إلهي بأن يهب لنا هذه القيادات التي تؤثر في حركة الصف المؤمن فتقفز به درجات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل. لماذا؟ لأنه يدرك أن هذه القيادات من الأكابر شديدة التأثير في حركة الجماعة المؤمنة في مكة، وأنها ستنقل هذه الحركة إلى مراحل متقدمة. فالسعي إلى تكوين كوادر إيمانية أو استجلاب هذه الكوادر بالدعاء إلى الله، باستمداد الله عز وجل أن يرزقنا بهذه الكوادر الإيمانية، بهذه الطاقات السياسية والعقدية التي تؤثر في الحركة تأثيرا مضاعفا، بحيث تحقق الحركة بهم ما لا تستطيع أن تحققها بغيرهم. اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، بعمر بن عمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. أيضا من المسائل المهمة في الحقيقة التي ينبغي أن ندركها في فترة مكة الاهتمام بالمحيط الخارجي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في مكة لكن عينه على العالم، يدرك ما يحدث في العالم، ويحاول أن يتفاعل معه ذلك التفاعل الذي يعزز حركته ويعزز دعوته. ففكرة الهجرة إلى الحبشة، فإن لما برر ذلك قال أصحابي يعني يذهبوا إلى الحبشة، قال: إن فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. تأمل فكرة فإن فيها ملكا عادلا، يعني عنده علم بالنظم السياسية في الأماكن المحيطة، وتخير من هذه الأماكن المحيطة مكانا بعينه يبعد عن التأثيرات في مكة، لكنه في نفس الوقت يحقق المراد بأن الإدارة العادلة ستسمح لنا بالحركة، أو ستسمح لنا بالبقاء، أو ستعطي لنا الحماية. وهذا ما حدث في الحبشة، لم يكن القصد هو أرض للدعوة الجديدة ولا حماية المستضعفين، وإنما كان قصد أن يدخر هذا الصف الإيماني بعيدا عن الخطر في مكة، فإن قضي على الدعوة في مكة تكون قادرة على الانبعاث في مكان آخر وهي الحبشة. فإن فيها ملكا، أو الانبعاث منها من الحبشة وليس بالضرورة فيها، يعني فإن فيها ملكا عادلا، وهذه الإشارة إلى الملك العادل، وأنه سبب لانضواء أهل الإيمان إليه وركون أهل الحق عنده. هذه إشارة إلى غاية من غايات الإسلام، وهو إقامة الحكومة العادلة. رحم الله ابن تيمية لما قال: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. فكرة الرحلة إلى الطائف أيضا لم تختار الطائف عبثا، وإنما الطائف يعني على بعد مناسب من مكة، وصلتها أصداء الدعوة، في بينها وبين أهل مكة أواصر من القرابة، فلنشعر النبي صلى الله عليه وسلم بغرابة أو بغربة في هذا المجتمع، لأنه يعني في مصاهرات كثيرة جدا بين ثقيف وبين قريش، في أملاك لبعض زعماء قريش في الطائف باعتبارها كانت مصيفا لأهل مكة، فالوشائج موجودة، وبالتالي نقلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان لن تكون مستغربة، وهو يبحث عن مكان بديل لمكة، لأنه أدرك أن مكة لا تصلح موطنا للدولة. هو يريد الدولة، يريد الدولة الإسلامية، لكن مكة لا تصلح مكانا للدولة. القبيلة أو المكان الذي يحتضن الدعوة ويضحي من أجلها ويتبناها ويسير بها خطوات إلى الأمام ويسعى إلى نشرها وتعزيزها، هذا المكان غير متوافر في مكة، لعله يتوافر في مكان آخر. فمن سعيه إلى الأماكن الأخرى سعى إلى الطائف، لكن فوجئ بأن رد أهل الطائف كان مروحا، وكان الموضوع يمثل صدمة كبيرة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أصعب اللحظات التي لقيها في تاريخه الدعوي كله اختار هذه اللحظة،
لما سيدة عائشة سألته أصعب موقف مر به، قال لما يعني قومك في لما آذان المشركون في طريق الهجرة طريق العودة من الطائف، ونزل جبريل معزيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواسيا إن الله يأمرني أن آمر الأخشبين إن أحببت، أن آمر فأطبق عليه من الأخشبين، إن شئت أمرت الجبل مكة الأخشبين أن ينطبق على أهل مكة. فقال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول إلي الله. عندنا أمل حتى في المستقبل، إن لم يكن الجيل الحالي صالحا لتبني الدعوة أو للدخول فيها، فلعل جيلا تاليا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أيضا عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، هذا يدل أيضا على معرفته بهذه القبائل، لأنه كان يخاطبها خطاب من يعرفها وخطاب من يعني لماذا يختار هذه القبيلة دون غيرها. عرض نفسه على قبائل متعددة، وكانت ردود القبائل متباينة كما رأينا. من ردود القبائل المتباينة التي تؤكد أني يعني أن الناس كانوا يدركون أن هذا الدين الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستشرف أفقا أعلى، وهو إقامة دولة عالمية، أن هذه بعض هذه الردود كانت تؤكد ذلك. فبنو شيبان مثلا لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، بعض القبائل العراقية لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قالوا إن لعل هذا الأمر مما تكرهه الملوك، ونحن جوار فارس، وما كان من خطأ عند العرب فهو مغفور، لكن ما كان من خطأ عند الفرس لا يغفر، فنحن نخاف من ردة فعل فارس، لأن هذا الأمر مما تكرهه الملوك. العرب فهموا. أبو لهب لما كان يعني يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يقول لهم خذوا على يديه قبل أن تضربكم العرب، لأنه هذه الدعوة ستثير غضب الجاهلية كلها. فننتقل أيضا لتأكيد هذا المعنى، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيعة العقبة الثانية للبيعة وجاءوا يبايعونه، قال عباس بن نضلة لما وجد الناس تسارع في البيعة قال يعني أربعوا على أنفسكم، يعني أيها الناس أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنما تبايعون على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم إذا عضتكم الحرب ورمتكم العرب عن قوس واحدة تاركيه فمن الآن فدعوه. شوفوا خطابه، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنما تبايعون على حرب الأحمر والأسود، كل هذا في مكة، لكن الناس يدركون أن هذه الدعوة بطبيعتها الدعوة إلى التوحيد بطبيعتها لا يمكن أن تقبل شريكا لها في الله في العقيدة، لا يمكن أن تقبل شريكا لله عز وجل في ملكه ولا في حكمه، ولا بد أن تسعى إلى الاستقلال بالحكم استقلالا يقيم لها التميز ويوجد لها الأرضية للحركة. فأتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنما تبايعون على حرب الأحمر، يعني يا من تقولون إن الدعوة في مكة كانت مجرد تربية العقيدة، كيف فهم الناس هذا الأمر؟ كيف فهم غير المسلمين أو من دخلوا في الإسلام حديثا، كيف فهموا إن هذا الأمر مما تكرهه الملوك كما قال بنو شيبان؟ وأتدرون على ما تبعون هذا الرجل؟ إنما تبعون على حرب الأحمر والأسود، جاءكم ملوك الأرض خلوها كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع بها العرب العجم الجزية. كل هذا يؤكد أن فكرة الدولة والمخاوف التي تكتنف هذه الفكرة كانت ماثلة في أذهان قريش، وفي طبعا بالتأكيد ابتداء في ذهن المؤمنين بهذا الدين والداعين إليه. الجزء الأخير الذي أريد أن أشير إليه في هذا الجانب هو فكرة الانضباط الحركي، يعني فكرة أن المؤمنين في مكة كانوا يدركون أن لهم قائدا واحدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي ألا يسبقوا خطوه أو يتأخروا عن خطوه، وإنما يمشون بأمره، فليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في حركته عينه على الجماعة المؤمنة معه، أنهم ينبغي أن ينضبطوا بهذه الحركة. لما عرض عليه المبايعون في العقبة الثانية: لئن شئت يا رسول الله لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، قال: لم نؤمر بقتال بعد. لا، لم نؤمر بقتال بعد، سيؤمر بقتال بعد عدة شهور. يعني بين هذه الواقعة في ذي الحجة سنة 13 من البعثة، وبين الأمر بالقتال أذن الذين وقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير في السنة الثانية من الهجرة، حوالي سنة ونصف تقريبا وربما أقل. يعني ربما أقل، لأن هذه الآية يعني روي أنها نزلت في يعني بعد الهجرة مباشرة، فعدة شهور من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر في الربيع الأول، والغزوات بدأت بعد هجرته مباشرة. لكن هذه الشهور شهور حاسمة، لأن لم تقم القاعدة الإيمانية الأرضية التي تنطلق منها الدعوة، التي تقام فيها الدولة. فشوفوا الانضباط الحركي، لم نؤمر بقتال بعد. وفي بيعة العقبة الثانية لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجيء، رسم لهم خطة التحرك: تأتون في السر، فلعل أو فإن للقوم عليكم عينا أو عيونا، يعني أهل مكة يراقبون حركتكم، فلا يوقظن أحد أحد ولا ينتظرن أحد أحدا، يعني الصاحي والمنتبه والمتيقظ والمنتظر يأتي في وقته الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا جميعا لم يتخلف منهم أحد. هذا الانضباط الكبير في حركة المجتمع الإيماني، مما يدل على هذا العمق في الرؤية السياسية. هذا الانضباط ليس مجرد أمر وسمع وطاعة، لكن هو متغلغل في معنى العقيدة، فكرة طاعة ولي الأمر، فكرة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام المؤمنين في هذا الوقت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نكتفي بهذا القدر في هذا الجانب أو هذا الدرس من دروس السيرة. وجود المحتوى السياسي أو البعد السياسي في فترة مكة قبل قيام الدولة، قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة كما قامت فيما بعد. نلخص ما سبق فنقول إن عقيدة الولاء والبراء هي العقيدة التي تأسست عليها فكرة الدولة الإسلامية، ولكن عقيدة الولاء والبراء لا تعني الانفصال عن المجتمع، هذه هي تعني الانفصال الشعوري، الانفصال العقدي، لكن لا تعني الانفصال المجتمعي. فالمؤمنون كانوا متغلغلين في مجتمع مكة بأدلة كثيرة جدا، منها الجوار، فكرة الجوار، ودور المشركين في إنهاء المقاطعة، وبعض المشركين الذين حازوا إلى المؤمنين في حصار شعب بني هاشم، وأيضا السعي إلى تعزيز الدعوة والجماعة المؤمنة، تعزيزها بالأكابر، القيادات، الكوادر المؤثرة في المجتمع، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، الاهتمام بالمحيط الخارجي وفقه المعرفة بالعالم ونظم السياسية في ذلك الوقت، الدعوة الإسلام كله ببعد السياسي، حتى فهم القاصي والداني أن هذه الدعوة تسعى إلى إقامة دولة، وأن هذه الدولة ستكون مستهدفة من أعدائها المحيطين بها، ومن أعداء كبار وأقوياء، كما رأينا أن هذا الأمر مما لعل هذا الأمر مما تكرهه الملوك: أتدرون على ما تبيعون هذا الرجل؟ إنما تبيعون على الحرب الأحمر والأسود، العالم كله، يعني كما فهم العباس بن نضلة في هذا الوقت. المشركون فهموا هذا المعنى من لقاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قولوها كلمة واحدة: تدين لكم بالعرب وتدفع بها العجم الجزية، وكانوا يقولون: جاءكم ملوك الأرض. ترتب على ذلك وجوب تربية الصف الإيماني على الولاء والبراء في العقيدة، وعلى الانضباط في الحركة، وعلى المرحلية في العمل، ولكنكم قوم تستعجلون. ولما جاءه
خباب بن الأرت رضي الله عنه، ولما أمر أصحابه أن نهى أصحابه المبايعين في العقبة عن أن يميلوا على أهل منى بسيوفهم، ولما نظم لهم طريقة مجيئهم بحذر وبحيطة شديدة ليتم أمر البيعة الثانية. والبيعة الثانية كما أقول دائما هي أكبر عمل سياسي في هذه الفترة، أكبر عمل سياسي، لأنه عقد تأسيس الدولة، عقد تأسيس الدولة، كان في وضوح رؤية بين الطرف العقد ده، هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المبايعين من المدينة، وواضح فيه أن كل طرف يفهم تماما ما يريد. يا رسول الله خذ لربك ولنفسك ما أحببت، قال أخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأخذ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه وزركم وأموالكم حتى أؤدي رسالة ربي. قالوا سمعا وطاعة، هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيل، فما لنا يا رسول الله؟ أنت أخذت لربك ولنفسك، فما لنا؟ قال لكم الجنة، لا تسألوني غنائم، لا تسألوني وجاهة سياسية، لا تسألوني مكانة اجتماعية، لا تسألوني خلافة من بعدي كما سأل بعض العرب، بعض قبائل العرب النبي صلى الله عليه وسلم أن نبايعك على أن يكون لنا الأمر من بعدك، قال لا، الأمر لله يضع حيث يشاء. فأيضا هذا مثال يؤكد، يكون لنا الأمر من بعدك، ما الأمر؟ الأمر هو قيادة الدولة، الأمر هو سيادة الناس، يكون لنا هذا الأمر من بعدك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورفضه، وقال إن الأمر لله يضع حيث يشاء، إنه لا ينفع لهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه، تقبلوا كله، تقبلوا الإسلام كله ولا تشترطوا، ومن الناس من يعبد الله على حرف. فبيعة العقبة الثانية بيعة فيها وضوح رؤية شديد جدا، شديد جدا، خذ لربك ولنفسك ما أحببت وما لنا يا رسول الله. ثم يقول العباس بن رضي الله، أتدرون على ما تبيعون هذا الرجل؟ فإن كنتم، قالوا لما قال لهم فإن كنتم إذا عضتكم العرب وضعضتكم الحرب ورمتكم العرب عن قوس واحدة تاركيه فمن الآن فدعوه، قالوا أنط عنا يدك يا عباس، والله إنها لدعوة لا نقيلها ولا نستقيلها. وبادروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتضحت الصورة تماما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفرض الجهاد وسار المؤمنون إلى بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر هذه البيعة عند العقبة التي اشترط فيها أن يحموا في داخل المدينة لا خارجها. فلما آن القتال خارج المدينة قال أشيروا علي أيها الناس، فقام في يوم بدر، فقام أبو بكر وقال أحسن، وقام عمر وقال أحسن، وقام غيرهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس. فلما قام انتبه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، انطلق لما أمرك الله به، والله لو خط بنا عرض هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إننا لأبناء الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع. لماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسمع هذا الكلام من الأنصار؟ لأنه هذا تجاوز لما نص عليه في بيعة العقبة الثانية، تحموني في داخل المدينة، الآن الحرب في خارج المدينة، فهل كأنه هذا عقد جديد، هذا اتفاق جديد، هل ستحاربون معي خارج المدينة أم لا؟ فكانت هذه الاستجابة العالية جدا. أما ما قبل بدر فكل السرايا كانت من المهاجرين، كل السرايا منذ نزل الأمر بالقتال حتى معركة بدر كلها كانت السرايا والغزوات، الأبواء والعشيرة يعني كل المعارك قبل بدر كلها كانت من جانب المؤمنين المهاجرين فقط ليس الأنصار. لكن في بدر أصبح هناك اتفاق جديد، إني نحارب معك لو خط بنا هذا البحر لأخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مع الدرس الثاني من دروس السيرة نتناول الدعوة السرية التي استمرت كما يروى يعني 3 سنوات، وهذا كلام غير مؤكد، ممكن تكون أقل أو أكثر، لكن هذا المروي والشائع في السيرة ناس مرة 3 سنوات، وبعض الناس يشككون في هذا. هذه المرحلة من الدعوة السرية التي اصطفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليبث إليهم خبر هذه الدعوة
واحتاط كل الحيطة حتى لا يسبب انزعاجا في مجتمع قريش، حتى لا يتسبب في مواجهة مبكرة بين هؤلاء الأفراد قليلي العدد عظيم العقيدة وبين قوة المال والسلطة والسيادة في مكة. فكانت لها، كانت مرحلة لها سمات والخاص. تعالوا نتأمل في هذه العجالة خصائص الدعوة في المرحلة السرية. نقول بداية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطفي لهذه الدعوة أقرب الناس إليه، فتنوزع في من هو أول الناس إسلاما. بعضهم قال أبو بكر، بعضهم قال علي بن أبي طالب، بعضهم قال خديجة بنت خويلد، بعضهم قال زيد بن حارثة، وجمع أبو حنيفة وغيره من العلماء بين هذه الآراء بأن قالوا إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد. الشاهد أن هذه الدائرة هي الدائرة ألصق الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم، زوجته، صاحبه، ابن عمه وربيبه، ومولاه ومتبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه. فهذه الدائرة اللصيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت تنتشر شيئا فشيئا بالتدريج وبصبر طويل، استمر 3 سنوات مثلا. فكل واحد ممن أسلم بدأ يدعو إلى الإسلام، فكانت السمة الأبرز في هذه المرحلة أن هناك تجارب دعوية ناجحة جدا تثير العجب يعني. فأبو بكر مثلا لما أسلم تحول إلى داعية، وكان مؤهلا لذلك لأسباب كثيرة، منها قابلية المجتمع المكي له، ورجل تاجر، والتاجر متحبب بطبعه إلى مجتمعه، لأنه لو كان بينه وبين المجتمع خصومة أو نفرة فلن تروج تجارته. أول صفة من صفات التاجر أن يكون محببا في الناس، قريبا منهم، مصدقا عندهم، مؤتمنا فيهم. فهذه الصفات كانت صفات أبي بكر رضي الله عنه، فاستغلها، استفاد منها في الدعوة إلى الإسلام. وكان حوله مجموعة من أفضل العناصر التي اصطفاها للدعوة من الشباب ومن الأقارب، فأسلموا ثقة فيه. نقول أولا إن إسلام أبي بكر كان نسيجا وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت له كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من ابن أبي قحافة، أبي بكر رضي الله عنه، ما عكم حين دعوت إليه وما تردد فيه. مجرد ما دعوته كان في تجارة، ثم جاء فطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما يقول الناس عنك؟ قال: نعم، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هكذا مباشرة يعني. صفاء قلب في الحقيقة نادر، نادر الوجود، وثقة في صاحبه يعني فاقت كل ما عهده الناس من أمور الثقة. فأسلم أبو بكر وبدأ يدعو الناس إليه. فالعجيب أن 5 من 10 المبشرين بالجنة يسلمون على يد أبي بكر، يعني نصف المبشرين الأوائل بالجنة كان إسلامهم على يد أبي بكر رضي الله عنه. طلحة ابن عبيد الله، وهذا تيمي مثل أبي بكر، يعني من عائلته، من قبيلته، أبو بكر بن تيم، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، وهذا أسدي من بني أسد من قريش، سعد بن أبي وقاص، وهذا زهري من قبيلة والدة النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب من بني زهرة، فهذا زهري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله، يعني من باب الاعتزاز بسعد رضي الله عنه وارضاه. سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، وهذا زهري أيضا، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان أسن هؤلاء، الباقون كلهم في سن قريبة، شباب 17-18، عثمان يعني أعلاهم سنا.
في يعني ربما كان في بداية الثلاثينات مثلا، لأنه توفي أو قتل استشهد رضي الله عنه 11 و10 21 و12 33 يعني استشهد 35 هجرية، فكان سن وقتها 80 سنة، فيعني كان في عز الشباب كما يقولون لما أسلم على يد أبي بكر. هؤلاء الخمسة من العشر المبشرين بالجنة يسلمون على يد رجل واحد. هذه الواقعة أو هذا الأمر يبين لنا قيمة نجاح الداعية إذا كان مؤهلا تأهيلا سليما. أبو بكر كان داعية مؤهل، مثقف، ناضج، يعني مخلوق داعية، خلق ليكون داعية، فأسلم على يديه هؤلاء الناس. فكل أعمال هؤلاء الناس تصب أو تصب في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه. تصوروا أن كل الثواب هؤلاء الخمسة يكون لأبي بكر فيه أوفى نصيب، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذه بركة الدعوة إلى الله، إذا كان الداعية ناجحا مهيئا لأمره، يعني منتقيا لمن يدعوهم. رب واحد أبرك من عشرة، أعظم بركة من عشرة، ورب رجل بمئة. أنا يعني لو استعملت تعبيرات الأستاذ الراشد أقول هؤلاء الرواحل، كل واحد منهم راحلة تقيم على ظهرها دعوة ودولة وتنطلق، وكل واحد فيهم كان له أبرز الأثر في تاريخ الإسلام، لأنهم رواحل، لأن أبا بكر انتقى، لم يجهد نفسه في دعوة أي أحد، إنما اختار أفضل العناصر. لا أقول إني أبا بكر لم يدعو إلا هؤلاء فقط، لكن مؤكد أنه دعا آخرين، وقد رأينا عمرو بن فهيرة مولى أبي بكر، وقد رأيناه يحرر العبيد والموالي، ويعني رضي الله عنه وارضاه، ويعصم لهم إيمانهم بعد ما يعني اشتد أذى المشركين بهم. لكن كونه يصطفي هؤلاء وينجح في دعوتهم وضمهم إلى الدين الجديد ويثبتون جميعا ويكون لهم أعظم الأثر في تاريخ الإسلام، هذا كله يؤكد قيمة الدعوة وقيمة الداعية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل، حين تصب أعمال الصالحين في صحائف الداعية الأول الذي دعاهم إلى الإسلام، أو الذي دعاهم إلى الدين، أو الذي دعاهم إلى التدين. أيضا نقول إني من سمات وخصائص مرحلة الدعوة السرية هذه التركيز على العقيدة والتربية عليها، التركيز على العقيدة والتربية عليها، والتربية عليها تعني ما يندرج تحتها أو ما ينبثق منها، الأخلاق. ولا خلق بلا دين. الأخلاق في الإسلام دين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. كلها أخلاق اجتماعية وكلها من الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هو الدين؟ هو هذا، هو هذه الأخلاق المجتمعية التي ينبغي أن يتحلى بها كل شخص متدين أو كل من ارتضى هذا الدين. فالأخلاق في الإسلام دين. ويل وهو واد في جهنم تستجير جهنم من حر ناره، لمن الويل؟ لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. لماذا نبذ في الحطمة؟ لماذا دخل في النار؟ لماذا ألقي في جهنم؟ لهذه الأسباب، لأنه همزة اللمزة وجمع مالا وعدده ويحسب أن ماله أخلده، فساء ظنه في مالك المال ومالك الملك سبحانه وتعالى. الأخلاق في الإسلام دين. فتربية الناس على عقيدة صحيحة صافية سليمة معناها غرس قيم الدين الصحيح، غرس قيم الأخلاق السليمة في قرارة قلوبهم،
في قرار قلوبهم. لذلك يعبر جعفر بن أبي طالب لما حاور النجاشي ملك الحبشة وسأله النجاشي إلى ما يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كنا أيها الملك في جاهلية وشر نسجد للأصنام ونقطع الأرحام ونفعل كذا وكذا، ومضى يعدد له سوءات الجاهلية، فجاء إلينا نبي منا نعرف صدقه ونسبه فدعانا إلى توحيد الله وحده ودعانا إلى صلة الأرحام وإلى الصدق وإلى كذا وكذا، مضى يعدد الأخلاق التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأخبار وصلت إلى النجاشي عن هؤلاء الناس وعن يعني مدى ما يلتزمون به وما يتمتعون به من خلق، ولا شك أن النجاشي بعد ذلك وضع عينه عليهم أيضا ليرقب حركتهم، فوجد أقوالهم تنطبق على أفعالهم ووجد أخلاقهم في القمة من العقيدة. فالتركيز في الدعوة والتربية على العقائد والأخلاق من سمات هذه الدعوة، ولا نفصل أبدا بين قيم الأخلاق وقيم العقيدة، فإن الأخلاق بنت العقيدة ولا خلق بلا عقيدة، لأن الأخلاق في الإسلام تمتاز بأنها أخلاق مستقرة ثابتة ليست نسبية، أخلاق مطلقة. يظل الصدق فضيلة في كل حال ويظل الكذب رذيلة في كل حال، يعني في الجاهليات حتى الجاهليات المعاصرة يعني الصدق فضيلة إذا كان في العنصر، إذا كان في القبيلة، إذا كان في المحيط المدني المتساوق معنا، إذا كان في داخل دولتنا، إذا كان بين أبناء شعبنا، لكن إذا كان للآخرين فما يحقق مصالحنا، العدل وقيم حقوق الإنسان وكذا وكذا كلها أشياء عظيمة جدا نحافظ عليها في داخل دولتنا، لكن لا يمنع هذا أن نستعمر بلاد الآخرين وأن ننهب خيراتهم وأن نقتل خيارهم حتى لا يقوموا ضدنا، وأن يطول استعمارنا واستدلالنا لهم، وأن نقود الأحرار فيهم عبيدا إلى بلادنا كما اقتيد الأحرار من أفريقيا عبيدا في مزارع السوء ومزارع البيض في أمريكا في العالم الجديد وفي غير أمريكا. فأين قيم حقوق الإنسان واحترام الآخرين؟ وأين قيم القانون؟ كلها انهارت أمام جشع الطبع عند الإنسان الغربي وأمام نسبية الأخلاق. كل هذا مباح، السود لا يدخلون متاجرنا ولا يمشون في شوارعنا ولا يركبون سياراتنا وحافلاتنا لأنهم سود، لأنهم سود. حتى في مجتمعات الغرب ما زالت آثارها، قد رأيتم يعني الشرطي الأمريكي كيف داس بقدمه أو بركبته على عنق ذلك الرجل المسكين الأسود حتى قتله، وانتفضت الشارع في أمريكا عدة في فرنسا أظن عدة انتفاضات ثم هدأ الأمة. فالأخلاق في الإسلام ليست كذلك، الأخلاق في الإسلام افتحوا بلاد، فتحنا بلاد العالم، فلما فتحناهم أخذنا بأيديهم إلى الحق، ويعني أفادوا من علوم المسلمين فارتقوا، وتركنا هذه المجتمعات لما حتى لما هجرناها ولما هجرنا منها ولما أبعدنا عنها تركناها متقدمة. يعني كيف كانت الأندلس وفرنسا قبل الفتح الإسلامي لأجزاء كبيرة من فرنسا أو لأجزاء منها ولأندلس كاملة، كيف كان هذا المجتمع الغربي ينحدر إلى قمة إلى هوة الجهل والجهالة، ثم بالإسلام أصبح متقدما متحضرا، ثم فلما قال قافية هجاني فلما اشتد ساعده رماني، يعني هذا كان شأنهم. أيضا من صفات هذه المرحلة الدعوة السرية أن المؤمنين مثلوا كل بطون قريش، فلم نجد قبيلة من قريش، نكاد نقول لا توجد قبيلة في قريش لم يدخلها الإسلام، يعني وبخاصة حتى في هذه الفترة المبكرة مثل الداخلون في الإسلام معظم إن لم يكن كل بطون قريش. وجدناهم من بني مخزوم، العجيب بني مخزوم رهط أبي جهل لما تعد المسلمين منهم
وسواء كانوا أحرارا أو موالي ستجد إني إنهم أكثر قبائل مكة إسلاما، ليس بني هاشم يعني رافض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بني مخزوم. لما أحصيت عمن دخل في الإسلام من بني مخزوم وهاجر الحبشة كان يعني يعني بنو مخزوم يتفوقون، فمن بني مخزوم ومن بني أمية ومن بني هاشم ومن بني زهرة وكل ومن بني أسد، كل بطون قريش تقريبا مثلها المسلمون. هذا كان له قيمة كبيرة، أن المواجهة التالية، يعني نحن الآن في مرحلة سرية لا توجد مواجهة، لكن مجرد ما يعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ويصعد على جبل الصفا ويقول يا أيها الناس إن رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، ستبدأ الحرب، ستبدأ المواجهة. هنا لن تستطيع قريش أن تحولها إلى معركة قبلية. لماذا؟ لأن في كل قبيلة مسلمين وكفار، لأن في كل قبيلة مسلمين مؤمنين وكفار، فلن تستطيع قبيلة أن تقول نحارب بني فلان لأن المسلمين فيهم فقط. لا، لو كان المسلمون جميعا من بني هاشم رافض النبي صلى الله عليه وسلم لتكأكأت عليهم بطون قريش، تجمعت عليهم بطون قريش حتى أفنتهم، وكان صراعا قبليا. لكن وجود المسلمين في كل قبائل في المرحلة التالية جعل كل قبيلة ترى أن الصراع سيكون صراعا داخليا فيها. عتبة بن ربيعة سيجد ولده مؤمنا، أبو حذيفة بن عتبة، يعني عبد بنو هاشم سيجدون جعفر وسيجدون عليا، بني أمية سيجدون خالد بن سعيد بن العاص، سيجدون عثمان بن عفان، بنو أسد سيجدون الزبير بن العوام، وهكذا في كل قبيلة كان. فلا تستطيع قبيلة أن تقول نحن بريئون من هذا الدين الجديد وسنحارب الآخرين، لا، في كل قبيلة. فلم تكن الحرب المتوقعة أو الدائرة فيما بعد بين المسلمين والمشركين حربا قبلية، بفضل هذا التمدد والدخول في كل حشايا المجتمع المكي. أيضا المؤمنون كانوا من شتى الطبقات الاجتماعية، ففيهم الأحرار الكبار، فيهم أبو بكر وفيهم عثمان وفيهم خالد بن سعيد وفيهم علي بن أبي طالب وفيهم جعفر، وفي نفس الوقت فيهم العبيد، ستجدون بلالا وخبابا وعمارا وكذا وكذا، ستجدون الرجال وستجدون النساء أيضا، ستجدون نسيبة يعني أم عمار بن ياسر، وستجدون أم حبيبة بنت أبي سفيان، وستجدون يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وستجدون أسماء بنت أبي بكر. دخل الإسلام في كل الشرائح الاجتماعية، عبيد وسادة، أحرار وأرقاء، فقراء وأغنياء، رجال ونساء. لذلك لن تكون المواجهة المقبلة مواجهة اجتماعية أو طبقية، لن تكون كذلك، لن تكون حرب السادة ضد العبيد، ولا حرب العبيد ضد السادة، ولا معركة الرجال ضد النساء تمرد نسوي، لا، ولا معركة نساء ضد الرجال شغب نسوي، لا، لم تكن كذلك، إنما كانت حربا عقدية فقط. لا نستطيع أن نقول حرب قبلية، ولا نستطيع أن نقول، ولم يستطيعوا أن يجعلوها حربا طبقية. أيضا نؤكد على دور المرأة المسلمة وسبقها في هذا الوقت المبكر من عمر الدعوة، وأن كان لها استقلالية في القرار المرأة المسلمة حتى واجهت قومها بهذا الدين. سنجد مثلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، أبوها كافر وزعيم الكفار أو زعيم زعماء الكفار، وهي مؤمنة من الرعيل الأول التي هاجرت إلى الحبشة. ولما تنصر زوجها في مروية، أقول في مروية لأن الرواية غير ثابتة، لما تنصر زوجها ظلت مقيمة على الإسلام وحدها في بلاد الحبشة حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة من الهجرة في فتح خيبر، أو بعد في أثناء بعيد فتح خيبر في العام السابع، يعني ظلت من سنة 5 إلى سنة 13، يعني 8 سنوات ثم 7 سنوات، 15 سنة في هذه الغربة وحدها مؤمنة بلا زوج وبلا أب.
صحيح في بقية المؤمنين هناك، لكن غربة يعني، وامرأة بلا أب وبلا زوج وبلا ولد وبلا أخ وتعيش في هذه البلد وهكذا. فاطمة بنت الخطاب سبقت عمر بن الخطاب، سبقت عمر بن الخطاب، بل وآذاها عمر لما في قصة إسلامه المشهورة، لطمها على وجهها وكذا وكذا. فالمرأة المسلمة كانت، لما نتصفح عدد المهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الأولى سنجد 10 من الرجال و5 من النساء. ولما نتصفح عدد المهاجرين في الهجرة الثانية سنجد 83 رجلا و18 امرأة، أو 84 رجلا حسب اختلاف الروايتين. فعدد النساء كان كبيرا، وفي الحقيقة كان دورهن عجيبا. أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة نسيبة، كانت امرأة سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عنهما، والمهاجرات كما رأينا في الحبشة وهكذا. فالمرأة المسلمة كانت ترى في هذا الدين إنقاذا لها من وهدة الجاهلية، ورفعة لها من حطة الجاهلية، وكانت ترى في هذا الدين عصمة لها يضمن لها عفافة واستقلالها وشخصيتها وحقوقها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما بعد: كنا لا نعد النساء شيئا في الجاهلية حتى جاء الإسلام فأقر لهن حقوقا. الحفاظ على الطابع السري، وتكلمنا عنه في وقت سابق في الانضباط الحركي في مجتمع مكة، الحفاظ على الطابع السري. وعندنا قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، يعني كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألزم المؤمنين بهذه السرية الكاملة أو الكبيرة أو الغالبة على حركتهم حتى لا يستثيروا قريشا ضدهم. سرية، لا أقول بعد عن المواجهة، في المرحلة العامية سيكون بعد عن المواجهة، سيضربون ويتحملون، يؤذون ويتحملون ولا يردون، لكن في هذا المجتمع حفاظ على السرية نفسها. يعني مثلا في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وأبو ذر من غفار بعيد عن مكة، فلما جاء يسلم، لما سمع بالإسلام أرسل أخاه ليتعرف له على الدين الجديد والنبي الجديد وهذا صدق هذا، فجاء أخوه وسمع ولم يشفي غلته، فجاء أبو ذر بنفسه وظل يتردد في مكة لعله يصل إلى شيء، فرآه علي بن أبي طالب وعلم أنه رجل غريب، قال: يا أخ العرب كأنك غريب، قال: نعم، قال: فاتبعني، تعال في بيتي، أنت ضيفي. فظل أبو ذر ثلاثة أيام الضيافة يعني، فسأله علي بن أبي طالب: لماذا جئت؟ من أنت؟ قال: أنا أبو ذر بن غفار، جئت بعدما سمعت عن خبر هذا الرجل الذي يدعو إلى الدين الجديد، فجئت لأعرف من أخباره. فلم يقل له عمر أنا، لم يقل له علي بن أبي طالب أنا أسلمت وخبره كذا وكذا، قال له: تعال شوف، تعال معي، اتبعني، ولكن امشي وراي، اتبعني، فإن رابني شيء سأذهب كأني أريق الماء، عفوا أعزكم الله، كأني في البول، وأذهب إلى البول، وأنت ابتعد عني قليلا حتى أنتهي وأضمن أن ما في أحد يتبعنا، ثم نمضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحفاظ على الطابع السري. فذهب أبو ذر فأسلم وجهر بالإسلام يعني، وهذه من الأشياء التي يسمح فيها تصرفات فردية لكن ليست الطابع العام للحركة، أنه يجهر بالإسلام في مجتمع مكة. كما سنرى إن معنى، ليس معنى السرية أنه لم تعرف مكة بالإسلام، هذا مستحيل، هذا مستحيل. هؤلاء النفر الذين أسلموا في هذه السنوات عشرات أسلموا، وبالتالي لا يمكن تصور إن مكة لم تعرف بالإسلام. يعني كيف لم يعرف بنو أمية بإسلام عثمان بن عفان، ولا بإسلام خالد بن سعيد، ولا بإسلام أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن سيدهم يعني؟ كيف لم يعرف بنو هاشم بإسلام علي بن أبي طالب أو جعفر؟ كيف يعني هؤلاء سادات في مجتمعهم، فلا يمكن أن يكون إسلامهم منكورا أو مهملا أو مجهولا، لابد أن قومهم عرفوا، لكن ليست المعرفة العامة التي يعلن عنها. اتركوهم يعرفون، لكن لا تعلنوا أنتم عن هذا الدين، اتركوهم يعرفون، اتركوا الدعوة تتسلل في بطء،
تتصرف في هدوء، لكن لا تواجهوا المجتمع بهذا الدين في هذه المرحلة حتى يقوى عودكم وتستطيعوا تحمل تبعات المواجهة وهي آتية لا ريب فيها. ففي قصة إسلام أبي ذر نجد هذا، إن أبو ذر لما أعلن إسلامه يعني في فارق بين أن يعلن إسلامه وفارق بين أن يواجه المشركين، لا لم يواجه، إنما أعلن إسلامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقاموا إليه يضربونه حتى أدركه واحد من زعماء مكة قال: أتدرون من الرجل؟ إنه من غفار، وغفار في طريق تجارتكم، فلو قتلتموه يعني تتهدد طرق التجارة، فتركوه. فمعنى إني أبو ذر الذي من غفار يبلغ خبر الدعوة، معناه إن مكة كلها عرفت، لأن كيف تصل أخبار الدعوة إلى خارج مكة، إلى قبيلة هي غفار خارج مكة، بينما أهل مكة أنفسهم يجهلون ذلك الدين؟ لا يمكن. الإسلام عرف في مرحلة الدعوة السرية، لكن لم يواجه في مرحلة الدعوة السرية، ولم يواجه في مرحلة الدعوة العلنية، ولكنه وجه لأنه أعلن عن نفسه صراحة في مرحلة الدعوة العلنية، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كلمة قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. فقال أبو لهب: تبا لك اليوم وسائر يومك، ألي هذا جمعتنا؟ هنا كان الإعلان عن الدين، عن الدعوة، لكن قبل ذلك كانت معرفة الدعوة. نطر قريش تعرف، لكن لا نبادرها بالإعلان عن ذلك حتى لا تستفز. بعض المبادرات الفردية قد تحدث، يعني لما يصلي علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من الشعاب فيراهما أبو طالب، تركنا أبا طالب يعرف، لكن لم نبلغه نحن، بل إن أبا طالب لما دعاه علي بن أبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال: حتى استأمر أبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، لأنه لم يرد هذه المبادرات أن احنا نذهب إلى الناس ونخبرهم، إنما نترك الناس تعرف. فهذا ما كان في مرحلة الدعوة السرية والملاحظات العامة حول هذه المرحلة المباركة. جزاكم الله خيرا، وإلى درس جديد من دروس السيرة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة عن موضوع أيضا جديد ومفيد: ما الحكمة من اختيار المدينة مهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل، قبائل متعددة، عرض نفسه على همدان في اليمن، وعلى بني شيبان، وعلى بني ربيعة، وعلى بني عامر، عرض نفسه على قبائل متعددة، وذهب إلى الطائف، حاول أن يخرج من مكة. لماذا؟ لأن مكة لا تصلح للدولة، لا تصلح تقام فيها دولة، لأن أهلها يأخذون موقفا يعني شديد الصلابة معاديا للإسلام. نحن في حاجة إلى مجتمع يتبنى هذا الدين ويعتبر قضيته ويسعى إلى الدعوة إليه وإلى الحركة من أجله وإلى الجهاد في سبيله وإلى تحمل كل الضغوطات التي ستواجهه. هذه المواصفات ليست موجودة في مكة، وبالتالي سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج مكة، لكنه في سعيه هذا لم يدر في خلده مباشرة المدينة، إنما يرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رضي الله عنه رحمه الله، يقول: أريت دار هجرتكم فإذا هي أرض ذات لابة بين ذات نخل بين لابتين. فإذا هي أرض، أريت، حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم فإذا هي أرض ذات نخل بين لابتين. فذهب وهلي، يعني ذهب ظني، إلى أنها هجر أو اليمامة، فإذا بها يثرب، المدينة. يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر إلى هجر مثلا، لأن هي أرض ذات نخل، فالنخيل يعني أكثر مزرعة للنخيل في الجزيرة العربية في هذا الوقت هي هجر. فذهب ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر إلى هجر، لكن أراد الله عز وجل المدينة. ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من اتخاذ المدينة أو اختيار المدينة لتكون مهجرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نتأمل معا.
شوف التضاريس السكانية والجغرافية للمدينة وكيف أهلتها لتكون موطنا للدعوة يتبناه ويدعو إليه ويجاهد في سبيله وينتصر في هذا الجهد. أولا يا أخي الكريم، المدينة من حيث التضاريس السكانية كانت مكانا لنسيج نسيج سكاني متنافر. الأوس والخزرج قبيلتان عربيتان يمنيتان في الأصل، لكنهما متصارعتان، صراع مستمر، وكان وصل هذا الصراع إلى أوجه في الفترة التي سبقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بعاث. حديث السيدة عائشة الصحيح كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل بين يدي هجرة النبي أو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فصراع الأوس والخزرج الصراع مستمر واليهود يغذونه، فبين الأوس والخزرج عداء، وبين الأوس والخزرج معا واليهود عداء. اليهود هم القسيم السكاني أو الجزء الآخر من السكان، وهم أقدم من الأوس والخزرج، يعني كانوا سكان المدينة أولا ثم يثرب ثم جاء الأوس والخزرج فسكنوا في هذه الأماكن. واليهود يعني يغذون الصراع بين الأوس والخزرج باعتبار أن وحدة الأوس والخزرج وحدة العرب يعني ستكون خصما من قيمة اليهود ومكانة اليهود في المدينة. فبقاء اليهود آمنين ومستقرين وكذا يعني مرهون بحروب مستمرة بين العرب، فيغذون الصراع. وانقسمت قبائل اليهود أيضا لتحالف الأوس والخزرج، فوجدنا أن بني النضير وبني قينقاع حالفتا الخزرج، وأن بني قريظة حالفت الأوس. فإذا دخل أوس والخزرج في صراع أمدتهم بنو نضير وبنو قريظة وبنو قينقاع بالسلاح كل لحلفائه. هذا الوضع أدى إلى تشوق أهل المدينة إلى السلام، ولن يتحقق هذا السلام بهذا الشكل أبدا، لأن لا توجد قبيلة ترضى بسيادة أخرى. لا الأوس يرضون بسيادة الخزرج، ولا الخزرج يرضون بسيادة الأوس، ولا اليهود يرضون بسيادة العرب، ولا العرب يرضون بسيادة اليهود. وبالتالي وجود نصير خارجي أو ظهير خارجي يأتي من خارج المدينة ليحقق السلام فيها هو الحلم، وذلك تحقق بوجود الدعوة للإسلام ووجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مهم، إن الناس لما وصلتهم مسامع، لو وصلت إلى مسامعهم أخبار الدعوة في مكة، قالوا إن هذا النبي الذي تخوفكم توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وقالوا يا رسول الله إن في حرب وعداء، فإن يجمعنا الله بك لا يكون أحد أعز منك. نحن في عداء، لكن إن جمعنا الله بك وكنا تحت رايتك لا يكون أحد أعز منك. فهم يحتاجون إلى هذا السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سيحقق لهم بهذه الدعوة الجديدة وبالمهاجرين، سيحقق لهم هذا السلام بحاكمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المجتمع المتنافر في سكانه. وجود اليهود أثر أيضا تأثيرا آخر غير التصارع، هذا أثر في الناحية الفكرية عند العرب المدينة، أنه أثار في أذهانه فكرة أن نبيا منتظرا قد أهل زمانه. كان اليهود دائما يقولون للعرب لقد أظلنا زمان نبي نتبعه فنقتلكم به قتل عاد وإرم. سبحان الله، بدل ما يقولون قد أظلنا زمان نبي نتبعه فنهديكم إلى الحق والرشاد، لا، يقولون نقتلكم به قتل عاد وإرم. فأثار هذا المعنى لما سمع به أهل المدينة مرارا وتكرارا وسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. ففكرة التفوق اليهودي لأنهم أهل كتاب وأهل العلم الأول وأهل كذا وكذا، كان اليهود يشعرون بهذا التفوق. فالآن الدونية عند العرب ستنتهي، لأنهم سيكونون أتباع دين جديد يتفوقون به على اليهود، وتنتهي به سيادة اليهود الثقافية أو عنجهية اليهود العلمية. رغم أن اليهود يعني بأحبارهم هؤلاء كانوا في منتهى الجهل بدينهم، يعني كما يقول يعني مؤرخهم إسرائيل والفنسون، يعني كانوا يعني جهلة جدا حتى بدينهم.
أيضا هناك نتيجة الصراع بين الأوس والخزرج، عامل جديد، الصراع بين الأوس والخزرج أسفر عن قدرات عسكرية هائلة عند أهل المدينة، عبر عنها سعد بن معاذ كما قلنا سابقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشيروا علي أيها الناس في يوم بدر، قال نحن أبناء الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، يعني نحن محاربون أشداء تعودنا على الحروب، كانت الحروب بين أوس والخزرج بروفات نماذج تدريبية حتى تدرب هؤلاء المقاتلين الأشداء لمواجهات قادمة يدخرها لهم الله عز وجل ليعزوا بها الإسلام. فالذين حاربوا بعضهم بعضا من أجل ثمرات النخيل أو من أجل ثارات حروب قديمة أو من أجل لا سبب، العرب كانوا يحارب بعضهم بعضا للا سبب أحيانا، فسيطورون هذه المعارك ليحاربوا من أجل عقيدة ورسالة ودين وسيادة ومعاني جديدة ستحقق غايات لهذه الحرب العبثية. لذلك فكان اتباعهم الإسلام مفيدا للإسلام للدعوة الجديدة ومفيدا لهم. نحن سنرتفع عن هذه الحروب الصغيرة، سنحارب من أجل أمور رسالية كبيرة، وفي نفس الوقت سنكون صناعا للتاريخ تحت قيادة هذا النبي العربي الجديد صلى الله عليه وسلم. هذه القدرات العسكرية أفادت حركة الجهاد فيما بعد، أفادتهم إفادة عظيمة جدا. لما انتصر المسلمون في بدر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم ماذا فعلنا يا رسول الله إلا أن لقينا عجائز من القوم فقتلناهم، يعني مسألة بسيطة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هؤلاء الملأ، أنت لا تدري ما الذي فعلت، أنت قتلت طواغيت قريش في بدر، هم يرونها أمر بسيط يعني هين. أيضا نقول إن الموقع، موقع المدينة كان بطبيعته موقعا حصينا جدا، حصنها من الخطر الذي كان أهل المدينة يتخوفون منه. أتدرون على ما تبيعون هذا الرجل؟ إنما تبيعون الحرب الأحمر والأسود، الأحمر والأسود لا يستطيعون غزو المدينة إلا من جهة واحدة، جهة الشمال، لأن شرق المدينة وغربها عبارة عن حرتين، والحرة صخور بركانية عظيمة ناتئة لا تستطيع الخيل السير فوقها ولا البشر، يعني مناطق محصنة. لا الحرب في الجزيرة تحتاج إلى ميدان واسع كر وفر، فهذه الصخور البركانية لا تستطيع أن تقف فوقها ولا أن تناور فيها ولا أن تقدم أو تأخر، فهي محصنة، المدينة محصنة من الشرق ومن الغرب ومحصنة من الجنوب بالحصون الأطم التي أقامها سكان المدينة والتي أقامها أهل المدينة من اليهود في جنوب المدينة، ومحصنة أيضا بمزارع كثيفة من النخيل عند بني النضير وبني قريظة. فإذن لا يستطيع العدو أن يواجه سكان المدينة إلا من جهة واحدة، جهة الشمال حيث جبل أحد. لذلك سنجد معركة أحد ومعركة الخندق، وكل هذه الحروب ستكون من جهة الشمال وحده. أيضا المدينة كانت مفيدة من ناحية أنها تستطيع الاعتماد على اقتصاد ذاتي لفترات معقولة، فأهل مكة مثلا يعتمدون على التجارة، فإن وقفت التجارة خربت ديارهم، إن وقفت التجارة خربت ديارهم. لما قطع المسلمون طريق التجارة أصبحت مكة في خطر، وضيق الخناق عليها حتى استسلمت بعد سنوات يسيرات، يعني سنة 8 الفتح كان. لكن أهل المدينة يستطيعون الصمود الحصار، صمدوا في حصار الخندق حتى جلت قريش، لأن أهل المدينة يعتمدون على الزراعة، والمزارع يأكل من كد يده من حصاد أرضه، فعندهم ما يقتاتون به فترة من الزمن حتى يجلو العدو، لأن العدو يعتمد على إمدادات ذاتية خارجية أيضا لفترة محدودة. فحصانة لو الكفاية الاقتصادية التي حققتها الزراعة للمدينة كانت مفيدة جدا في جانب الدولة الجديدة. النقطة الأخيرة أن المدينة كانت قريبة نفسية من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مات أبوه قبل أبيه. نقول إن هاشم غزة، هاشم ابن عبد مناف جد الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم، هاشم كان متزوجا من سلمة بنت عمرو، امرأة من بني النجار من المدينة من يثرب، وولد هناك
ابنه عبد المطلب كان اسمه شيبة الحمد، ولما أردفه أخوه المطلب وعائد به قال العرب جاء المطلب ومعه عبده عبد المطلب فأطلق عليه عبد المطلب. لكن شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب ولد أصلا في المدينة ونشأ فيها سنوات حتى جاء أخوه فأخذه، لأن هاشم تزوج من المدينة، ففي مصاهرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني النجار من المدينة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل عند أخوال جده، نزل عند بني النجار عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. في تقارب، أيضا في تقارب نفسي من ناحية أخرى، أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات في المدينة وعائد من رحلة تجارية في الشام، نزل في المدينة عند أخوال أبيه فمات هناك. وأيضا ماتت أمه فدفنت في الأبواء قريب من المدينة، ذهبت إلى زيارة زوجها عبد الله الذي مات في المدينة وهي عائدة ماتت في الأبواء ودفنت هناك. ففي صلة نفسية خفية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة وبين عظام الموتى المفقودين الأعزاء في المدينة، والده ووالدته وبين أخوال جده عبد المطلب. كل هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بغربة شديدة في المدينة، شعر أنه عند من يعرفهم، عند من بينه وبينه صلة. هذه الصلة لا تهون أبدا من صلة العقيدة، هي الصلة الأصلية، الإسلام وطن وجنسية، الإسلام وطن وجنسية. لكن هذه الصلاة لا تنكر أنها مفيدة جدا على الجانب النفسي للمؤمنين. لكل ذلك كان من حكمة الله عز وجل أن اختار المدينة مهجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يختار هجر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى هجر هذه لأصبح مهددا بالفرس أيام تهديد، لأن هاجر على حدود الخليج العربي، والخليج العربي كان الفرس يمتلكون نواصيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه قوة عظمى هي قوة الفرس في ذلك الوقت، وكان سيكون خطر شديد. لكن اختيار المدينة في قلب الجزيرة العربية ستكون مواجهات الأولى مواجهات قبلية مع القبائل، مع القبائل، ثم يقوى العود ويشتد الأزر شيئا فشيئا، وينتشر الإسلام بالتدريج في هذا المحيط الجغرافي المجاور، وتقوم دولة في الجزيرة، ثم يقوى عودها فتحارب الفرس والروم بعد ذلك. فاختيار الله عز وجل لدعوته أفضل من اختيارنا نحن. ووهل النبي صلى الله عليه وسلم وظنه أنه ستكون هجرته إلى هجر كان اختيار الله عز وجل للمدينة ليعطينا هذه الرسالة. الله صاحب الدعوة، الله رب هذا، رب هؤلاء المؤمنين، يخطط لهم ويحارب معاركهم، يقودهم من فوق سبع سماوات. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومن حارب الله هزم، ومن غالب الله غلب. والله عز وجل ناصر دينه ونبيه وناصر أولياءه من بعده. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.